وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 411 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 74 طنا من المواد الغذائية وغير الغذائية كما تمكنت وزارة الداخلية من ضبط قرابة 64 طنا من المواد الغذائية وغير الغذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة فضلا عن ضبط أكثر من عشرة أطنان في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية كما تم ضبط 600 قضية في مجال قضايا المخابز وضبط عشرة قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من 285 طنا من الأقماح المحلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي